السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. شحال هادي ما درت معكم شي اكله. ان شاء الله اليوم غادي نتقاسم معكم السمك كويرات. هنايا عندنا الحوت ديال الشعري، بحكم ان هنايا في قطر عندهم السردين تيجيبوه ديال عمان او لا باكستان، فعندهم الشوك شويه غليظ، ما تيجيش زوين في كويرات، من تطحنوه كيبقى داك الشوك ديالو. فيستحسن انكم تجربوا هذه الطريقه ديال السمك الشاري. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش. اول حاجه الا مشيتوا المجمعات التسويق تاخذوا تقولوا لهم بغينا السمك، يعطيوه لكم فيلي من ينقيه، قولي ليه غير فيلي غادي يعطيكم السمك بحال هكا مقطع واجد. اول حاجه غادي تحيدوا ليه، بعد مرات كيكون هنايا شي شوكات صافي كتحيدوهم، هما راه غلط بحال هادي، ها هي صافي غنحيدوها. من بعد غادي نطحنو، غادي تجيبوا الطحانه ضروري، غادي نديرو هنا نطحنو. من بعد غادي نوريكم الطريقه. ملي تغسلوه ضروري ديروا بحال هكا هاد الشبيكه باش كيتسقطر من الماء مزيان، باش يجينا ناشف ما يجيش داك الكويرات ميهين. تشوفوا معايا، ها هو طحنتو. دابا هنايا غادي نديرو معلقه ديال الكمون، غادي نديرو المعدنوس، القدونس، غادي نديرو الملح، كتروش الملح، غادي نديرو فلفل اسود معلقه صغيره. دابا هادي غير البهارات ديال السمك. حنا تنقولو ليه حوت كواري. هنايا الفلفل الاحمر ماشي حار، حنا تنقولو ليه التحميره، فلفل حلو، الزنجبيل معلقه صغيره. صافي كنخلطوا هاد المقادير جيدا. كنديروا الرز يتسلق نص سلقه وغادي نرجع معاك. درت الرز سلقته نص سلقه، ضروري انكم تسقطروه من الماء تخليه ينشف مزيان، عاد غادي نضيفوه هنايا. كيف ما تشوفوا انا خلطت هادشي مزيان. دابا غادي نخلط معاهم حتى الرز ونرجع معاكم. من بعد ما كنخلطوهم صافي كنشدو واحد شويه، كتحاولوا ديروا كويرات على هاد الشكل. ضروري كنحكوا الطماطم، كنضيفوا زيت الزيتون، كنديروه في الطاجين. نضيف ثوم مبشور، كيف ما تشوفوا معايا انا هنا ضفت المعدنوس، بقدونس، الملح، كمون، قزبره، فلفل احمر حلو، تحميره، زنجبيل، كركم، وفلفل اسود، وهذه الثوم. صافي كنخلطوا العناصر جيدا. نضيفو الكويرات ديال كفتة الحوت اللي درنا، إلا درتو كمية كبيرة ممكن تديرو غير اللي بغيتو، اللي بقى ديرو في الفريزر، ولكن ديرو بحال هكا كويرات وتخشيو في الفريغو حتى يتجمد، عاد ديروه في شي بلاستيك. صافي كنضيفو هنايا الفلفل، صافي كنسدو على الطاجين وكنقصو من النار. كيف ما تشوفو ضفت انايا هنا الزيتون، صافي ها هو واجد، صدقوني كيجي رائع، جربوه وبالصحة والراحة.